هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. السكة الحديدية بين إيران والعراق وسوريا. تستعد إيران لتقوية نفوذها في المنطقة العربية، وذلك عن طريق مسار اقتصادي لربط السكك الحديدية بين إيران بضفة المتوسط عبر العراق وسوريا. إذ ومع استمرار العقوبات الأمريكية على طهران نتيجة مشروعها النووي، تسعى إيران إلى إيجاد متنفس اقتصادي لها عبر العراق الذي يعد البوابة الوحيدة للخروج من أزماتها الاقتصادية. مشروع سكك الحديد لقي اهتماما استثنائيا من قبل إيران لما سيحققه في حال تنفيذه بمختلف المراحل. من جملة الأهداف الاستراتيجية التي تتجاوز بكثير البعد الاقتصادي للمشروع، إذ تحرص طهران على تنفيذ هذا المشروع لربطها محافظة البصرة عبر منفذ الشلامتش الحدودي، وذلك بعد استحصال الموافقات الحكومية الضرورية. تعود فكرة هذا المشروع إلى أكثر من 10 سنوات، ولكن في 14 من آب عام 2018 أعلنت إيران عزمها مد سكة حديدية من أراضيها إلى أراضي العراق، والتي ستربطها بعد ذلك بسوريا لمواجهة العقوبات الغربية وتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تمتد السكة من مدينة الشلامتش جنوبية إيران إلى ميناء البصرة العراقي ثم إلى الأراضي السورية. وبحسب المصادر الرسمية الإيرانية، فإن السكة هي جزء من إعادة الإعمار لسوريا، كما أنها مساهمة في قطاع النقل تسهل السياحة الدينية بين البلدان الثلاثة، على أن تقوم إيران بتحمل تكلفة المشروع داخل أراضيها، بينما يتحمل العراق حصته إلى الحدود السورية. ويتضمن المشروع ربط ميناء الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر البصرة. إنشاء مثل هذا الخط الحديدي بين معبر الشلامتش على الحدود الإيرانية العراقية ومدينة البصرة بمسافة تبلغ 32 كيلومتر سيحقق لإيران عائدات اقتصادية ضخمة، فكل من العراق وسوريا يمثلان سوقا رائجا للبضائع الإيرانية، إذ أن العراق وحده يحصل على نحو 72% من المنتجات الإيرانية المعدة للتصدير إلى الخارج، ونحو 50% من المنتجات اليدوية الإيرانية. سيواجه المشروع صعوبات مالية، حيث لا يبدو العراق قادرا في الأمد المنظور على تحمل التكلفة المادية المرتفعة للجزء الممتد في أراضيه، بينما تبدو إمكانية البحث عن ممولين ومستثمرين أجانب في المشروع شبه معدومة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه، وذلك بسبب مروره في مناطق صحراوية شاسعة.